وسط هذه الغابات وبوسائل بسيطة وبعد حرائق السنة الماضية انطلقت عملية نزع غطاء الفلين بمنطقة أم الطبول بولاية الطارف، أين ينتظر جمع كمية معتبرة من هذه المادة. تعتبر سنة استثنائية نظرا لكون السنوات اللي فاتت كانت حرائق سما ديزانسوندي ريبيتي، وين قلنا نحافظوا على الغابة 260 استير مقسمة على نوعين من هذا الفلين، 230 استير فلين انتاجي سليم و30 استير فلين ذكري سليم. فلين بنخدموا بالشرقور وعندنا الحلواشه نفرقوا بالغابات، ورانا نبداو من الخمسة حتى للثمانية للتسعة يروح لي كيب، ونقعدوا الاخرين احتياطي على النيران. السنة راهي بحول الله راهي مليحة خير من عام الاول، عام الاول لزتنا النيران والسخانة حتى من القشر ما حبش يروح الفيلين ما حبش يتخدم. عمل شاق وصعب صاحبته درجات حرارة عالية، غير أن العمال كانوا على قدم وساق لنزع أكبر كمية ممكنة، وكل هذا بمرافقة مصالح الغابات. تتنظف بالمنشار ومن تحت تتنظف كذا، خاطر كيف تصب المطر ويهبط على الشجرة من تحت تيبس، لازم تتنظف وترجع لها كلش، ومن فوق تدور بالمنشار. يا خدام باهي يخرج لك انت الفلين من الغابة لهنا للطريق شوية صعبة، شوية معاناة معاه. مي الحمد لله الغابات نتعامل معاهم يعيطوا لينا نخدموا. العام هذا كاين خير ربي، خير من العام اللي فات كانت شويه نيران كانت شويه الحرائق ما قدرناش نخدموا. العام هذا الحمد لله كاين الخير ونسرسقوا منها نعيشوا منها في ولادنا ناكلوا منها. ونماركوا النهار اللي يبداو هذيك هي نبداو نخدموا، تبدا الخدمه الصباح بكري ونروحوا لها بكري، هذيك عندك المتراج تاعك تكملها وسيبو. نزع غطاء الفلين يعد أحد مصادر دخل شباب منطقة أم الطبول الحدودية، فلا يخلو موسم إلا وتجد شباب المنطقة منهمكين في العمل، ما يخلق حركية بالمنطقة ويوفر مناصب شغل ولو موسمية.